بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يوم القيامة شفيع لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظات العيش معقد القلوب وشفاء الصدور. تداوي القرآن المبارك يتلو على صباح الصلاه فضيله القارئ الشيخ محمود محمد الخدس القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي والامين العام لنقابه القضاء قارئ مريم سيدنا عيسى رضي الله عنها وارضاها بمدينه القاهره مقيما معرض طموح محافظه جديده ندعو له بالتوفيق ولي ولكم بحسن السماع انه ولي ذلك والقادر عليه قل ايه بعد تداوي
إذا لذهب كل إله بما خلق إذا سبحان الله عما يصفون تعالى عما يشركون
صدق الله العظيم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن Oh.
كلا إنها كلمة هو قائلها حتى فإذا نفخ في الصور
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وهم فيها
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها قال
ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. فاتخذتم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. صدق الله العظيم. فاتخذتموهم سخريا صدق الله العظيم. فاتخذتموهم سخريا
سريا حتى أنسوا ذكري فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون حتى
صدق الله العظيم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون فاسأل العالمين قال إن لبثتم إلا قليلا قال إن لبثتم إلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم فحسبتم أنما خلقناكم عبثا Fuck.
تعالوا فتعالوا الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكون مملوء من اسرار اذا حاولت تفسيرا له اياك اذا رايت النخل مشقوق النوى فاساله يا نخل من شق نواك واذا رايت ثعبان ينفذ سمه فاساله كيف تعيش والسم يملا فاك الله الله فضلك على ان لم تكن تراه فهو يراك وبعد قتلنا اخوة الايمان الاسلام عشنا اياكم خاشعين للتلاوة تلا عليكم صاحب فضيلة استاذنا القارئ الشيخ محمد محمود الخشبوش القارئ بتحاد الاذاعة والتلفزيون مقيم مربو طبور محافظة الجيزة عند الصوتية إنارة الكهربائية برشة بكبرى ولا تركب الجزء على مركز أولاد الحاجة في المنعن زكزوم المقيمين ببام دار دار برو كل من جانب العزاء كان سوى مشهور